معلم الصور الساعة بخير. والحمد لله بس لدي طلبات للحاجة كما تلاحظوا احنا متواجدين هنايا في واحده ديال استخراج يعني تكسير نواه زيت الارقام اللي متواجده بجامعه اوناغا. هذا المشروع هذا اللي تم في شطرين، الشطر الاول هو عباره عن بناء تعاونيه نسويه لتكسير نواه زيت الارقام، وكذلك بناء واحد الحمام اللي هنايا تستافدوا منه جميع الناس الساكنه ديال هذه المنطقه. والشطر الثاني اللي هو عباره عن بناء وحدتين، وحده الاولى للتعليم الاولي بالنسبه للاطفال اللي عند اللي من السن ديالهم تتراوح ما بين 3 ديال السنوات ل 6 سنوات، وواحده اللي بالنسبه للمحاربه الاميه زائد مرافق صحيه. هذا المشروع هذا كان بتمويل من طرف انترمارشي والبوتي اوليفيي بشراكه مع مجموعه من الشركاء والمتدخلين. ومن هذا المنبر يعني كاين واحد الدعم كبير من طرف العماله ديال الاقليم السويره، لانهم حاولوا انهم يتعاونوا معنا في جميع المسار ديال هذا الانجاز ديال هذا المشروع. وكذلك جمعيه الصويره مقادور هي مشكوره، لان هي اللي كانت المشرفه على الشطر الثاني ديال انجاز ديال المشروع ديال هاد الوحده هذه بهذا الشيء كامل. لان فعلا كل شيء هاد الناس اللي كاينين في هاد الدوار كان عندهم واحد النهار حلم ان يكون عندهم شي حاجه فين يخدموا هاد العيالات، وان وليداتهم يكونوا قراب حداهم او ميم طون يقراو. دونك هاد الحلم هذا الحمد لله اليوم اصبح حقيقه، ولات السيده تجي تخدم الخدمه ديالها او ميم طون راه وليدها راه وحدها، دونك تتبقى خدامه وهي مرتاحه. وحنا هادشي اللي بغينا، ان المراه من تجي تخدمنا تخدم وهي مرتاحه، وهذا الشيء الحمد لله راه تيفرح. وتنتمناو اننا هذا المشروع هذا يعني يكون في مجموعه من الجماعات، ماشي غير بالضروره جامعه اوناغا، وحتى حنا كجامعه اوناغا ما نكرهوش مجموعه من الدوائر، لان فعلا هذا الشيء تيفرح. وهذا الشيء اللي حنا الوليدات راها كما قال سيدنا ولا سيد العمل اليوم في الخطاب ديالو، راه خصنا دائما نهتموا بالطفوله المبكره. وبالنسبه لنا حنا هاد الناس هادو راه اللي اهتمينا بهم راه غادي يكون عندنا واحد الناشئه اللي تبارك الله تكون في المستوى واللي غادي تفرحنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.